عراقة هذه الأرض المباركة وعراقة هذا الوطن الغالي. لنبدأ مراسمنا بالاستماع إلى النشيد الوطني الفلسطيني. إجلال وإكبار نرفعها إلى أسرانا البواسم في سجون الاحتلال، ونبارك لهم تحقيقهم لمطالبهم بعد صمود أسطوري لمدة 40 يوما. وصرخة مدوية نطلقها إلى المجتمع الدولي للتدخل لدى حكومة الاحتلال لكسر قيدهم ومنحهم حريتهم. أيها الحفل الكريم، إنه قانون الحياة، مشوار ينتهي ومشوار يبدأ. مرة أخرى نلتقي في هذه القاعة العامرة كما فعلنا في عام 1997 وفي عام 2005 وفي عام 2012 لنشهد على محطة فارقة في تاريخ ومسيرة بلدية بيت لحم، ألا وهي استلام وتسليم مهام مجلسها البلدي. دعونا بداية نشاهد فيلما قصيرا يلخص إنجازات مجلس بلدية بيت لحم السابق برئاسة الأستاذة فيرا بابون خلال فترة تولي المجلس لمهامه من تاريخ 14 تشرين الثاني عام 2012 لغاية 26 أيار عام 2017. لأن بيت لحم مهد الرسالة وأيقونة فلسطين، سعى مجلس بلدية بيت لحم برئاسة الأستاذة فيرا بابون للعمل بكافة الأصعدة وباستراتيجية يتداخل فيها الداخلي التنظيمي مع المدينة ككل. ومن خلال هذا الفيلم سنستعرض أهم إنجازات المجلس، أما التفاصيل كاملة يمكنكم إيجادها في الكتيبات التي أصدرتها البلدية في الأعوام 2013-14-16 والملخص النهائي في العام 2017. أنا أعتبر هذا المجلس قام بإنجاز استراتيجي وتاريخي، وأتمنى أن يتم البناء عليه. عناوين كبيرة عمل عليها المجلس البلدي ضمن الاستراتيجية المؤسساتية للبلدية، حيث استكمل العمل على هيكلية بلدية بيت لحم التنظيمية وطور الأداء من خلال التحول الإلكتروني انطلاقاً من مركز خدمة الجمهور، والذي مهد أيضاً للبلدية الإلكترونية، كما تم تسكين الموظفين مالياً وإدارياً وتصنيفهم وإلحاقهم بهيئة التقاعد العام، فضلاً عن استكمال الأوصاف الوظيفية. ومن الاستراتيجية انطلقت بلدية بيت لحم للمجتمع المحلي الذي كان شريكاً في خطط العمل، وفي خطوة هامة تم توسيع حدود البلدية. أهم إنجاز استراتيجي وتاريخي لهذا المجلس وبناء على الخطة الاستراتيجية كانت أولاً توسعة حدود بلدية بيت لحم لتصبح حدود المدينة موائمة مع حدود البلدية، وضم حوض 4 طبيعي، جزئية من حوض 2 طبيعي تصل إلى 1062 دنم. حدودنا مع بلدية الدوحة انتهت وتم ضمها لبلدية بيت لحم اللي كان عليها خلاف. نفس الشيء حدودنا مع بيت صحور ومنطقة بيت بصة، وانتهينا بإعلان الحدود النهائية، حدود التوسعة لبلدية بيت لحم بشهر 6 2016 بحسب إعلان جريدة الوقائع.
وفي إنجاز آخر، والافتقار المدينة لمخطط هيكلي حديث، سعى المجلس البلدي للمصادقة على مخطط جديد لتنظيم المدينة عمرانياً. يعني إحنا المخطط الأخير كان سنة 58، والحمد لله أهم إنجاز في هذا الحوض قمنا بفتح شارع وادي مسلف، والآن تم إنجاز الفتح، ولكن التحدي بالإنهاء من إنشائه. إضافة للمخطط حوض أربعة طبيعي دخل في منطقة تسوية خاصة بالكركفة، وهذه كانت بعيدة بعيد أن تنجز، ولكن أنا بوجه شكر لوزارة المالية لدعمها للقيام بتسوية الكركفة. الآن إن شاء الله بننتهي من هذه التسوية في خلال سنة. وإلى عنوان محوري آخر، محطة البساط المركزية، حيث تمكن المجلس البلدي من إرجاعه لكنفه بعد أن شغلته شركة فلسطين للاستثمار العقاري بريكو لمدة 15 عاماً وعامين إضافيين حصلوا عليهما بعد أن لجأوا إلى التحكيم، خطوة تعتبرها البلدية بالتاريخية، ما سيضمن رفع إيرادات بلدية بيت لحم وميزانيتها. عاشت بلدية بيت لحم خلية عمل كبيرة اشترك فيها العامل والموظف والمواطن، ووصلنا إلى إنجازات كبيرة على صعيد المشاريع التي نفذت في مناطق بيت لحم المختلفة، وبلغت قيمتها حوالي 73 مليون شيكل قسمت على الفئات التالية. أولت بلدية بيت لحم اهتماماً كبيراً في تطوير كافة مناطق المدينة لتشمل مشاريع عديدة في المنطقة الشمالية ووسط وجنوب المدينة، ومن خلال هذا الفيلم سنقدم لكم بعضاً من المشاريع في كل منطقة. بالطبع شكر لجميع أعضاء المجلس البلدي على كل الجهود اللي قاموا بها، شكر لجميع الموظفين وعمال بلدية بيت لحم. التحدي لم يكن بسيط، ولكن فعلا من يتحمل مسؤولية مدينة يستحق الشكر، فشكر مني للجميع. بيت لحم مسؤولية كل واحد فينا، لننظر لبيت لحم الأم، بدونها لا معنى لوجودنا. وبالأمانة وبالعطاء وإحقاق الحق
نحن نحيي بيت لحم. باسم إدارة بلدية بيت لحم وموظفيها وكافة العاملين فيها، أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى الأستاذة ميرا بارون رئيس البلدية السابق على خدمتها لبلدية ومدينة بيت لحم، وعلى الجهود الجبارة التي بذلتها لرفع شأن البلدية، وعلى الإنجازات المتميزة التي حققتها خلال فترة توليها لمهامها. والشكر موصول إلى نائب رئيس البلدية وإلى كافة أعضاء المجلس البلدي على مشاركتهم وتحملهم أعباء المسؤولية. أقدم الآن الرائدة في مجال المرأة القيادية التي سطرت نموذجاً يهتدى به لكل امرأة بيت لحمية وفلسطينية. أقدم حاملة الجائزة الأدبية الفرنسية الكبرى لوفر دوريون عن كتابها في حب بيت لحم مدينتي والجدار. أقدم من حملت رسالة بيت لحم في قلبها ورفعتها عاليا على المستوى المحلي والدولي، الأستاذة ميرا بارون. في بلدية بيت لحم في هذه القاعة التاريخية التي تشهد أجمل وأسرع ما يحصل في تسليم واستلام قيادة المدينة. مدير مديرية الحكم المحلي السيد شكر الرداية، الدكتور فيكتور بطاس رئيس بلدية بيت لحم، المجلس البلدي الحالي، نائب رئيس البلدية، الحضور الكريم، أعضاء ورئيس المجلس البلدي الجديد، ومباركة لكم الفوز أبناء مدينة بيت لحم. فلنستهل بمباركة إلى الحركة الأسيرة، إلى أسرانا البواسل، إن تسطير هذا الفوز لهو تسطير لفوز كرامتك. نقول لكم من بلدية بيت لحم، عشتم وعشتم وعشتم، وأنا أثني على صرحة مدير البلدية، أين أنت أيها العالم؟ إضراب الحرية والكرامة له عنوانان، عنوان كرامة وعنوان حرية، فللعالم أن يسمع للحق. شعب سطره أسرانا بصرخة الحرية أيضا. نقول لكم عشتم أسرانا ومبارك فوزكم. إن شاء الله أن يكون شهر رحمة وخير ومباركة علينا أجمعين، فكل عام وأنتم بألف خير. أبدأ كلمتي بالشكر لأعضاء المجلس البلدي الذي سيسلم مهامه في نهاية هذا الاحتفال. شكر ممتاز لكم فرداً فرداً. شكر لنائب رئيس البلدية، فكنت معي في كل لحظة وتتحمل المسؤولية مباشرة معي. شكراً أيضاً للمجلس البلدي بكل ما أوتي بكل ما عمل بالتزق في عمي. المرحلة الأولى هي ملخص المشاريع، ولكن لكل بلدية ومجلس بلدي
يحلى لذاته أن يقدم للمواطن ترخيص كل عام بإنجازاته. طيب الإنجازات عام 2013-2014-2016-2015، ولكن الكتيب الأخير الذي تم تسليمه لكم هذا يلخص الإنجاز برسومات بيانية ويلخص المجمل العام لإنجازات مجلس بلدي بيت لحم 2012-2017. بناء عليه كما ذكرت المشاريع في بيت لحم قسمت حسب الخطة الاستراتيجية التي خطط تطوير المؤسسة البلدية داخليا، وكان هناك خطة استراتيجية لتطوير المدينة. تم نشر هذه الخطة في كتاب وكتيب الخطة التنموية الاستراتيجية لمدينة بيت لحم. الإضافة، وهذا أهم عمل لأي مجلس، تحديث وتطوير الخطة الاستراتيجية الذي يعتمد التمويل على وضعها هنا. الخطة الاستراتيجية المؤسساتية كما ذكرت وكما أشار الفيلم، أهم إنجاز فيها كان مركز خدمة الجمهور وأصبحت الخدمة موحدة، وآخر إنجاز كان تحويل رسوم أو ضريبة الأملاك إلى بلدية بيت لحم للتسهيل. الهيكلية التنظيمية للبلدية، تسليم وتصنيف الموظفين، والذي انتهى بأن يكون موظفين بلدية بيت لحم في نظام التقاعد العام، فقد أمننا مستقبلهم وهذا إنجاز مهم. أما بخصوص إنجازات المدينة، إنجازات المدينة هناك المشاريع الاستراتيجية، وكما ذكرت توسعة حدود المدينة والمخطط الهيكل التنظيمي لحدود البلدية. لا يمكن أن نعمل من دون وضع شوارع جديدة، شوارع رابطة، إعادة أنظمة الطابقية والارتدادات، هذا كان مهم. ولترتيب البيت كان يجب ترتيب المخطط. أهم المشاريع كما لخصتها وكما ذكرناها على فلفل وصلت إلى 73 مليون شيكل. الرجاء في الكتيب الذي تحملوه هناك وصف تفصيلي لكل مشروع، الجهة الممولة، قيمة المشروع، وأين نحن مما تم إنجازه، وهي مدونة من صفحة 23 إلى 36 المشاريع التي قمنا بها. لم تعمل بلدية بيت لحم فقط داخل البلدية، وهذا مهم جدا. كان هناك مشاريع خاطبت مجلس الخدمات المشترك، وبكل فخر وشكر لمؤسسة تطوير بيت لحم وبتمويل من البنك الإسلامي تم إنشاء محطة للخدمات المشتركة لجمع النفايات بقيمة 3 مليون دولار. أما المشروع الثاني الذي هو خارج بلدية بيت لحم ولمؤسسة سلطة المياه والمجاري، فقد قمنا بتزويد سلطة المياه من خلال اتفاقية مع بلدية تورينو بمشروع يصل إلى مليون دولار لوضع نظام التوزيع عن بعد السابا سيستم بما يخص توزيع المياه.
وهذا بعد مشروع الذي تقوم به مؤسسة الدانات، ربط توزيع المياه عن بعد وبمراقبة، هذا كان أهم ما هدف لنا. تم تشكيل المجلس المشترك لتطوير السياحة وليضم المدن المجاورة مع بلدية بيت لحم، أي صحوة، بجالة، دوحة، بتير، رطاس. هذا مجلس مشترك لتطوير السياحة في محافظة بيت لحم. تشكيل المجلس المشترك للتنمية والتطوير تم تشكيله ولكن لم يبدأ العمل. أهم إنجاز نعتبره لهذا المجلس استرداد محطة الباصات المركزية. هذه تعتبر مهمة جدا، فهي وسأوضح الآن ما معنى أن تكون المحطة مع بلدية بيت لحم. فهي مصدر أساسي للموارد، هي مصدر أساسي لأن تكون البلدية قادرة على أن تنفذ مشاريع من مواردها الخاصة. ضم مركز السلام، أيضا ألحقنا مركز السلام ببلدية بيت لحم. وأهمية إلحاق مركز السلام ببلدية بيت لحم أن هناك في الطابق الأرضي متحف الرواية، ومتحف الرواية هو بحد ذاته أيضا مكان ومؤسسة تشهد على تاريخ بيت لحم، ولكن من المفروض أن يدخلها السائح وتشكل مصدر آخر لبلدية بيت لحم. المشاريع التي سنصدرها للمجلس الجديد لكي تكتمل: مشروع شارع النجمة والممول من الحكومة الروسية بقيمة 13.5 مليون شيكل. تم تصميم شارع النجمة، تم ترسية العطاءات على الشركة المصممة. يتضمن هذا المشروع أيضا تصميم جديد لمباني هذه البلدية لتتوائم والإدارة الحديثة، وأيضا تصميم وإعادة تأهيل لمركز السلام ومبنى أو قسم الهندسة. المسلخ البلدي، المسلخ البلدي كما الكل يعلم تم الحصول على الدفعة ليست الأولى، أقل من الأولى، وتم تصميم المسلخ وتم استئجار أرض ليتم بناء المسلخ عليها في منطقة بيت طعمل، ولكن لحد هذه اللحظة لم يوافق وللأسف مجلس قروي بيت طعمل على إنشاء المسلخ هنا. الآن نحن سنسلم أيضا الاتفاق أو القرار بشراء أرض في منطقة العبدية، وقد وافقت 4 بلديات على مشاركة بلدية بيت لحم في شراء هذه الأرض. المشروع التالي: الخطة المرورية لبلدية بيت لحم والمناطق المجاورة، وقد أنجزنا ما زلنا نعمل بالمرحلة الأولى لرصد المشاكل، وهي ممولة من بلدية باريس، وقد وصلت الموافقة للمرحلة الثانية لإيجاد الحلول للمشاكل المرورية في مدينة بيت لحم والمناطق المجاورة، وهي أيضا ممولة من بلدية باريس، وتصل المرحلة الثانية إلى 200,000 دولار. مشروع المرحلة الثالثة من السوق القديم، مشروع السوق المركزي تكملة، ترقيم مباني مدينة بيت لحم، كافة لوحات الترقيم متواجدة في المخازن، بل تبدأ عملية ترقيم كل بيت. أهم مشروع، وبحمده تعالى قمنا بفتح شارع وادي مسلم، وأكيد كل واحد فينا من المهم أن يقوم المجلس البلدي القادم بإنهاء هذا الشارع، فهو شارع رابط وسيحيي منطقة حوض 4 طبيعي اقتصاديا، معيشيا، تطويريا، تنمويا، مشروع وادي مسلم.
أما متحف الرواية، متحف الرواية أنا أرى فيه من الأهمية، فقد عملنا على مدار الأربع سنين لإنهاء الإشكالية في المتحف. كان هناك إشكالية ما بين الممول والمقاول قبل 3 أشهر، وأشكر وزيرة السياحة السيدة رولا معايعة، فقد أنجزنا معا إنهاء الدفعات للمقاول، والحكومة النرويجية قامت بتخصيص 250,000 دولار لإنهاء المرحلة الثانية، وخاطبتنا لتباشر بالمرحلة الثالثة. متحف الرواية هو رواية الأصل، هو رواية بيت لحم، وهو مهم كمدخيل لمركز السلام وللبلدية بشكل غير مباشر. هذه هي المشاريع التي ما زالت موجودة ونسلمها لكم للتكميل. مدينة بيت لحم هوية فلسطينية عربية بهويتها ولها، ولكنها أيضا عالمية برسالتها، فكان لنا امتداد إلى العالم الخارجي أيضا، وتم توقيع 10 توأمات أو اتفاقيات تعاون، الحضور لكثير من المؤتمرات، وأهمها بلدية بيت لحم لها دور الآن أساسي في مؤتمر المدن الحديثة والذي تم عقده بكيتو. هذا المجلس جدا مهم، ويخاطب دور بلدية بيت لحم في التطوير في هذا المنحة. الآن أتطرق إلى التقرير المالي، وفي التقرير المالي سأقوم بقراءة أولا. أود أن أشكر الدائرة المالية والمدير بكافة الأقسام، لقد عملوا بشكل متواصل على مدار 4 سنوات ونصف. أشكر لهم صدقهم، دقتهم، فكل ما هو مدون في ملفات بلدية بيت لحم مصادق عليه مقر صادق. أولا، قيمة ميزانية البلدية للأعوام من 2012 ل 2015 على النحو التالي: 2012 الميزانية 17,102 بحسب ما سلمنا إياها الدكتور فيكتور، 2013 15,739، 2014 20,587,000، 2015 20,758,000. أما العام 2016 فلم يتم عمل ميزانية بعد، الميزانية هي التي يصادق عليها بسبب تحول البلدية محاسبيا من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المعدل، وهذا كان أهم إنجاز للمجلس البلدي بما يخص النظام المالي والإداري لبلدية بيت لحم. وقد وافق صندوق تطوير وإقراض البلديات على دعم البلدية في البدء بأعمل أرصدة افتتاحية للأعمال للأعوام 2016 و2017، لتتمكن البلدية من إصدار أرصدتها وفق الأسس المحاسبية المقررة والمعتمدة من المجلس البلدي، ومن ثم عمل الميزانية حسب الأصول، علما بأن موازنة البلدية للعام 2016 بلغت 35,214,000 شيكل، أما العام 2017 فبلغت موازنة البلدية المصادق عليها 38,036,000 شيكل. أقسم الآن الذمم المدينة، يعني ديون للبلدية من كافة المؤسسات، بلغت الديون للبلدية وليست على البلدية، للبلدية بلغت كالتالي:
ديون البلدية لدى وزارة المالية بقيمة 8 مليون شيكل، من ضمنها 6.5 مليون ضريبة أملاك ورخص مهن، 10 مليون شيكل إجمالي رسوم ضريبة النفايات على المواطنين من منازل ومحلات تجارية، وهذه ديون للبلدية إرثية، هذه من المجالس المختلفة. وهذا أهم تحدي لكل مجلس، وعليه أود أن أشير، حين استلمنا البلدية كان عدد المكلفين 5000 مكلف. كما ذكرت سابقا، قمنا بالتواصل مع شركة الكهرباء وزودتنا ب 13000 مكلف، اسم مكلف. بعد شغل عام متكامل تم تصنيف الأسماء، والعدد النهائي الذي سأسلمه اليوم للمجلس الجديد من المكلفين صعد من 5000 استلمناها إلى 8000. وتوسعة الحدود التنظيمية للمدينة هي تتضمن أيضا زيادة أعداد مكلفين، وهذا تحدي أيضا للمجلس الجديد بالزيادة الأفقية حتى تكتمل، وخاصة أن البلدية الآن مهيئة بنظام إلكتروني كامل يمكن أن يساعد بشكل كبير. خمس مليون شيكل هو باقي رسوم ضرائب وغرامات البلدية على المواطنين من رسوم حرف وصناعات، رسوم لافتات، وهذا عمل مستمر من سنة إلى أخرى، من مجلس إلى آخر، هذا عمل متكرر لكل البلديات، تحصل أيضا من خلال محكمة البلديات أو بطريقة أخرى إن شاء الله أن يبدع فيها المجلس الجديد. أما الذمم الدائنة، ديون على بلدية بيت لحم، فقد وصلت إلى 8.8 مليون شيكل، مقسمة إلى التالي: 2.3 مليون شيكل ديون إنارة ما قبل عام 2000 إلى شركة الكهرباء، وهو عبارة عن دين قديم موروث من مجالس سابقة، وقد تم مطالبة رئاسة الوزراء بمخاطبة شركة الكهرباء بشطب هذا الدين عن البلدية، وخاصة بعد أن تم شطب كافة الديون على شركة الكهرباء بالاتفاقية التي تم توقيعها مع رئاسة الوزراء والآخرين. فهذا دين مستمر، ويجب في تقريرنا أن نضع، يعني إحنا نكمل ونعطي الشمولية في التقرير. 1.2 مليون شيكل على نفايات، مقسمة إلى المجلس المشترك 700,000 ومكب النفايات الباقي. على مدار الأربع سنين ونصف فقط علينا كديون مجلس الخدمات 1.2 مليون. 1.6 مليون شيكل ترصيد لمكافأة نهاية الخدمة لجميع الموظفين الذين تم إحالتهم على التقاعد العام الفلسطيني، ليتم عمل مخالصات معهم وشراء سنين أقدمية في هيئة التقاعد لمعظم الموظفين. هذه يجب أن تؤمن، يعني 427 ألف شيكل ديون على مركز السلام، بما أنه ألحقنا في البلدية استلمنا المديونية. 319 ألف شيكل هي عبارة عن أمانات عامة مختلفة لسنين سابقة من تأمين بناء وحفريات، لم يتم إيداعها في حساب البلدية الخاص بالأمانات نتيجة لعدم توفر السيولة المالية لهم، حيث تم تصويب وضع جميع الأمانات في حسابات مستقلة باستثنائها. أما قيمة الأرصدة الفعلية، الأرصدة الفعلية للبلدية في البنوك بجميع العملات بتاريخ 26/5/2017
نسلم هذه الأرصدة للمجلس الشديد على النحو التالي. الآن في البنوك لبلدية بيت لحم 15 مليون شيكل إجمالي لمشاريع في البلدية متكاملة، 3.8 مليون شيكل قيمة أرصدة البلدية الجارية والأمانات العامة والودائع والحجوزات والتأمينات، وتشمل من ضمنها بدل مواقف السيارات بقيمة 760 ألف شيكل، 1.8 مليون شيكل قيمة أرصدة البلدية في لجنة ضريبة المعارف، منها محجوز 400 ألف شيكل من المجالس السابقة كدين للجنة المعارف. يصبح إجمالي أرصدة البلدية لحد هذه اللحظة 20 مليون شيكل. استلمت البلدية محطة الباصات المركزية من بريكو مع أوائل شهر أيار 2017، وبلغ الدخل خلال الشهر الحالي لغاية 25/5/2017 من الباصات السياحية ما يقارب 87 ألف دولار دخل لصندوق بلدية بيت لحم، حصل منها 50 ألف دولار والباقي ديون على الشركات السياحية. أيضا دخل صندوق بلدية بيت لحم لهذا الشهر من المركبات العمومية في محطة الباصات 48 ألف شيكل، وتم استلام ورصده في حسابات البلدية تشيكات بقيمة 200 ألف شيكل دولار. 200 ألف دولار هي قيمة التشيكات من محطة الباصات المركزية مع شركة بريكو، حيث قاموا بالتمديد من 2015 ل 2017، وكان القرار أيضا دفع 200 ألف دولار للبلدية، وبحمده تعالى تم تحصيل ال 200 ألف دولار وتم إيداعها في حسابات البلدية. لحد هذه اللحظة إذن من محطة بريكو في هذا الشهر 950 ألف شيكل، ما يقارب المليون شيكل. وأخيرا لا يسعني إلا أن أشكر المجلس البلدي الحالي، الموظفين والعاملين كلكم، كل في مكانه، شكرا بكل ما في الكلمة من معنى. شكرا لمدراء الدوائر، شكرا لرؤساء الأقسام، شكرا لعمال النظافة أبدعتم، شكرا للموظفين، شكر موصول لمدير بلدية بيت لحم السيد أنطون مرقس. كنت خير الرفيق وخير النصوح، كنت مؤتمن يا طمي، أشكرك. وهاي مش بالفصحى يعني، هاي بالعامية يا أبو يوسف. شكرا لتحملك مسؤولية إدارة كمدير بلدية بيت لحم. شكرا لجميع الدوائر، خاصة الدائرة المالية، دائرة المشاريع، دائرة الصحة، ودائرة العلاقات العامة، فقد عملوا بكل جهد لإنتاج الكتيب والتي حصلوا على معلوماتها من كافة الدوائر. شكرا للهندسة، عملت على المخطط وعملت جاهزة على رفع نسبة التحصيل للرخص، فقد وصل مداخيل البلدية في عام 2016 من رخص البناء إلى 4 مليون شيكل. شكرا لكم. الشكر لمحافظ محافظة بيت لحم، فقد كان أمينا متواجدا بكافة المواقف داعما للبلدية، الله يسعده أبو صالح. شكر للأجهزة الأمنية والشرطة،
كانت مسيرة 4.5 سنين خاصة مع جهاز الشرطة في كل المواقع معنا. تحية لأبو علي، تحية لأبو المجد، شكرا لهم وشكرا لجميع طواقم الشرطة والأمن الوطني وكافة الأجهزة الوطنية الأمنية. الشكر لكل الممولين والمتبرعين، أسماء المتبرعين في الكتيب من صفحة 23 لصفحة 36، كم لا بأس به من الممولين سواء كانوا من أوروبا أو الدول العربية أو المتحدة، كان أكثر من ممول. شكر لشركة الكهرباء ومديرها جواد أبو زر وطواقمها، وطواقمها كانوا معنا بكافة وجميع الأوقات. شكر لمجلس إدارة نفايات المشترك، وشكر خاص للسيد المهندس إياد بردينة حقيقة. وين إياد؟ شكرا إياد، وشكرا لجميع الموظفين والعاملين. شكرا لسلطة المياه الأخ أكرم نصار، وسلطة المياه الفلسطينية للدكتور مازن غنيم. المشروع الآن مشروع البنات في مدينة ومحافظة بيت لحم ليس بالمشروع السهل. شكر لمركز حفظ التراث ورئيسه عصام إشحى مديره. شكرا لمؤسسات المجتمع المدني كافة شاركونا في الخطة الاستراتيجية. شكرا للكشافة بجميع مواقعها. شكر أكيد وموصول، شكر لوزارة الحكم المحلي ومديرية الحكم المحلي. شكرا لكل الدعم سواء في النصائح أو التدقيق أو المصادقة. أخ شكري، أيضا أنت كنت أمينا وكنت نصوحا. شكرا لوزارة المالية على دعم مشروع التسوية في منطقة الكركفة، وقد وصل التمويل إلى 500 ألف دولار، وقد قمنا بتوظيف 11 موظف جديد، آليات جديدة من أجل الانتهاء من تسوية حوض 4 طبيعي. شكرا لوزارة الخارجية أيضا لدعمها في المشروع الروسي. أود أن أشكر المغتربين، لهم مني شكر موصول. كانوا هنا في المؤتمر المغتربين الأول لبلدية بيت لحم. التجسير ما بيننا وبينهم يجب أن يفقد كلمتنا بيننا وبينهم، هم ونحن واحد. وتأمل أن يتكرر هذا المؤتمر بنسخته التالية. شكر لأهلي، لوالدي أمي وأبي. شكرا لإخوتي، شكرا لأولادي على دعمكم. والله أبدعتم يا أمي، أبدعت يا أمي. وآخر شكر، شكر لكم أبناء مدينة بكرة. طبعا هلا هذا آخر واحد، هذا أهم واحد، استناني. شكر لمواطنين، شكر لمواطنين مدينة بيت لحم. وأنا أقدم لكم هذا الكتاب، هو مسيرتي كأم وزوجة ومدرسة ومحاضرة ورئيس بلدية، ولكن من عيوني أروي رواية مدينة ورواية وطن. مني للبلدية ومن البلدية إلى المدينة ولكم جميعا. طبعا نشكر حركة فتح وجميع الحركات التي تقوم الوطنية التي تبني في هذا الوطن. كلنا إبداع، لأننا كلنا لها، لأننا كلنا لهذا الوطن جماعة أهلا. في نهاية الأمر أدعو الله أن يوفق المجلس الجديد بالاستمرار والبناء والإضافة. العمل والتطوير في مدينة بيت لحم لا يقف عند لحظة ولا يقف عند مجلس. الشكر وألف مبروك لكم رئيسا وأعضاء. شكرا مجلسنا، والكلمة للسيد الأمين.
ليس بغريب عن بلدية بيت لحم، واكب مسيرتها منذ الثمانينيات من القرن الماضي، خدم عضو في مجلسها البلدي لدورتين متتاليتين منذ عام 2005، صاحب الدراية والمعرفة في قوانينها وأنظمتها وإجراءاتها، ومرجع لتاريخها وأحداثها، غيور عليها ومدافع شرس عن حقوقها، رافع راية تطبيق النظام والقانون، صبور مثابر حتى تحقيق الهدف، لا يكل ولا يمل ولا يتوانى للحظة في خدمة أبناء مدينته. إنه خير من يحمل الأمانة ويصونها. إنه رئيس بلدية بيت لحم المنتخب الأستاذ المحامي أنطون سلمان. الذي نتمنى له كل التوفيق والنجاح في أداء مهامه، فليتفضل. صباح الخير. صباح الخير للجميع. زيادة المطران فيليكتوس، مطران الروم الأرثوذكسي بيت لحم، الأب أرتانيو رئيس دير اللاتين، الأب رئيس دير الأرمن، أبونا يعقوب أبو سعدة الروم الكاثوليك، أبونا يعقوب الموارنة، سعادة رئيس بلدية بيت لحم الأصغر الدكتور دكتور بطارسة، السيد شكري بداية مدير عام وزارة الحكم المحلي في بيت لحم، أبونا يعقوب أبونا بطرس فوري طائفة السريان في بيت لحم، زملائي أعضاء المجلس المنتهية ولايته، سعادة رئيس بلدية بيت لحم السابقة أستاذ زبير بابون، أيها الحفل الكريم محض أرقى. أنا أستهل كلمتي بتهنئة شعبنا وأسران البواسل في سجون الاحتلال على عظمتهم، على صبرهم، على صمودهم، على تحديهم لسجانيهم، على وقوفهم في وجه القطرسة الإسرائيلية وتحقيقهم الإنجاز الوطني، الإنجاز الذي كنا نصبو إليه كشعب فلسطيني في ظل السياسات المتقطرسة للكيان الصهيوني، والذي عانى منه شعبنا خلال السنوات الماضية في جميع وشتى مجالات الحياة. فهنيئا لأسرانا بإنجازهم العظيم، وهنيئا لشعبنا بإنجاز أسرانا، وهنيئا لأهالي الأسرى على ثباتهم على مواقفهم وصبرهم واستمرار الفعاليات منذ بداية الإضراب وحتى هذه اللحظة. فهنيئا لشعبنا على هذا الإنجاز العظيم. كما أستهل كلمتي بتهنئة أبناء شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان الكريم، سائلا المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى أمتنا العربية والإسلامية، وقد حل السلام في ربوع الوطن العربي، وانتهت جميع الأزمات وجميع الصراعات التي نعانيها. ولا أنسى أيضا في هذا المقام إخوة لنا تم إبعادهم من فلسطين في 9 من أيار من عام 2002، والذين ما زالوا يعانون من الإبعاد في أصقاع العالم. أهنئهم بحلول شهر رمضان الكريم، وأرجو الله أن يعيد رمضان في العام القادم، وقد عادوا إلى وطنهم وكانوا بيننا ليعيشوا على تراب وطنهم بكل
بفخر وكل اعتزاز. إنني وباسم زملائي أعضاء المجلس البلدي نشكر أهالي مدينة بيتلحم ومواطنيها على الخطر الغالية التي أولون إياها بانتخابنا لعضوية مجلس بلدية بيتلحم. التي أولون إياها بانتخابنا لمجلس بلدية بيتلحم للمرحلة القادمة، وأشكرهم على تكليفهم، وأتمنى أن نكون عند حسن ظن الجميع، وسنعمل لأن نكون عند حسن ظن الجميع، نعمل فريق عمل واحد من أجل خدمة بيتلحم ومواطنيها ورفع شأنها وازدهارها. وأشكر زملائي في المجلس البلدي على ثقتهم الغالية التي أولون إياها بانتخاب رئيسا لبلدية بيتلحم بإجماعهم، وهذا حمل ومسؤولية لا بد لي أن أكرس معظم وقتي وجهدي وإمكانياتي لأكون عند أنظمهم وأكون الخادم لهم ولمدينة بيتلحم والمواطنين بيتلحم في شتى مجالات الحياة. فأشكرهم على هذا الاتفاق، وإن شاء الله معا سنعمل فريق عمل واحد من أجل رفع شأن بيتلحم وبلدنا. شكرا. ولا بد لنا في هذه الجلسة أن نتذكر أخ غاب عنا بين مرحلتين، مرحلة استلام المجلس السابق المنتهية ولايته، ومرحلة تسليم هذا المجلس لمسؤولية بيت لحم. ولا بد أن نتذكر ونذكر بالخير زميلنا المرحوم جورج حزبون أبو نصر الذي شاء إن شاء الله أن تنتقده وأن يغيب عنا، فله الرحمة ولزوجته وابنته من بعده حسن العزاء وطول البقاء والريحان. إنني في هذا المقام أيضا لا بد أن أشكر زملائي ورئيس البلدية في إدارة بلدية بيت لحم خلال السنوات الأربع الماضية، أشكرهم لأننا كنا نعمل كفريق عمل، هدفنا هو خدمة بيت لحم، على الرغم من وجود اجتهادات لكل منا في طريق البحث أو في طريق اتخاذ القرار أو في طريق اتخاذ الأمور، ولكن الجميع عمل من أجل بيت لحم ومن أجل رفع شأنها، فشكرا لزملائنا. ولابد أيضا أن أتحدث بأنه كما قال الفلاح لكسرى: غرسوا فأكلنا ونغرس فيأكلون. ولابد من أن نشكر أيضا سعادة الدكتور فيكتور بطارسي الموجود بيننا اليوم، على إدارته للبلدية وسعيه لخدمة بيت لحم ورفع شأنها خلال فترة تبوئه لمنصب رئيس بلدية بيت لحم، وأشكر من خلاله وبشخصه جميع الزملاء أعضاء المجالس البلدية ورؤساء البلديات الذين تعاقبوا على إدارة البلدية، فلولا غرسهم لما وصلت الأمور لنا، ولا يمكن أن نستمر ونسلمها لمن يأتي بعدنا لولا جهود المجالس التي تعاقبت على إدارة بلدية بيت لحم. وفي هذا السياق أقول بأن المجلس الحالي ومنذ توليه يوم الثلاثاء الماضي مسؤولية البلدية رسميا بانتخاب رئيسا، قرر
ولكن سيقر على الورق وفي المحضر تكريم جميع رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية الذين تعاقبوا على بلدية بيت لحم منذ عام 1972 ولغاية اليوم. لأنه كما في من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فهذه أمانة لابد أن نذكرها وأن نشكر الجميع وأن نكرم الجميع لاستحقاقهم لهذا التكريم على الجهد الذي بذلوه في خدمة بيت لحم وفي شأن رفعها وفي رفع شأنها في العالم جميعا. إن المجلس المنتخب لا بد أن يتحدث في هذه المرحلة عن أولوياته في إدارة البلدية، فمن أولويات المجلس في المرحلة القادمة سيكون أولا إعادة رسوم ضريبة المعارف إلى 4% كما كانت في السابق. تخفيض رسوم النفايات بنسبة 10% في المرحلة الأولى لحين إعادة تقييم خدمة النفايات الصلبة ودراستها ووضع اليد على نقطة التكلفة العالية لهذه الخدمة. ثانيا، إن المجلس القادم سيعمل من خلال سياسة الأبواب المفتوحة. سيعمل من خلال سياسة الأبواب المفتوحة وسيكون للمواطن الحق في مراجعة المجلس البلدي أو رئيس البلدية يوميا بدون أي مواعيد مسبقة وبدون أي قيود، لنتمكن أن نعمل كمواطنين ومجلس بلدي كفريق واحد من أجل التخفيف من الإشكاليات الموجودة في بيت لحم وإيجاد الحلول السريعة لكل المشاكل الموجودة. ولا بد أن أتوجه في هذا المقام أيضا لزملاء أعضاء المجلس البلدي المنتخب لأقول لهم ما يبقى. على الرغم من الأرصدة التي تحدثت عنها السيد الأستاذ بير مضمون الموجودة في البلدية، لأنه لابد من القول بأن حساب البلدية في بنك القاهرة عمان مكشوف بمبلغ 541,000 شيكل، وعليكم البحث منذ هذه اللحظة على إيجاد التمويل لدفع الرواتب لموظفي البلدية عن شهر أيار 2017. فحضروا حالكم لبعض للجلوس. طبعا انا ما جبت شيء من عندي، انا جبت من الكتيب اللي بدي اوقع عليه انه البنك مشروه 541,000 شيكل، يعني جبت شيء من عندي. فحضروا حضر جلسة بعد الاجتماع عشان نضحك في موقف. إنني ومن خلال هذا الموقع أطلب من جميع مواطني بيت لحم أن يكون لهم الكلمة في انتقاد أداء المجلس البلدي في أي إخفاق أو أي عمل قد لا يكون لدينا حسن التقدير فيه، ولكن أرجو أن يكون هذا الانتقاد من أجل المصلحة العامة ومن أجل البناء، لنتمكن معا من التواصل لمصلحة بيت لحم وخدمة لكم ولمواطني بيت لحم. وإن الانتقاد
لا بد أن يكون، ولكن نرجو أن يكون هذا الانتقاد إيجابي، ونحن على استعداد للسماع وقبول الانتقاد للبناء والتطوير. وإنني انتظرت حتى نهاية كلمتي لأقول لأبونا خوري رعية الذي أبونا رامي، أهلا وسهلا فيك، وأعتذر لك لأنني بفضل المصور الموجود أمامك لم ألاحظ وجودك، فأنا أعتذر لك لأنني لم أذكرك في بداية كلمتي. وفي الختام أشكركم جميعا، أشكركم على حضوركم، أشكركم على دعمكم، وأشكركم على حسن استماعكم لنا في هذا اليوم المبارك لانتهاء إضراب الأسرى، والمبارك بحلول شهر رمضان المبارك، والمبارك باستلامنا لمهمنا للمجلس البلدي. احتفالنا اليوم إلا مناسبة لقطف ثمار عملية ديمقراطية شفافة ونزيهة هي انتخابات البلديات التي جرت مؤخرا، ويعود الفضل في ذلك إلى وزارة الحكم المحلي ورؤيتها الثاقبة. هذه المظلة الجامعة لكافة الهيئات المحلية وخير مساند ومرجعية لها في كافة الأوقات، مع كلمة ممثل الوزارة مدير مديرية الحكم المحلي في محافظة بيت لحم السيد شكري رداي. صباح الخير للجميع، كل عام وانتم بخير جميعا بالمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. و يعني اسمحوا لي انه في نهايه الجلسه المباركه نهني اصرانا في الانجاز اللي حققوه بعد 40 يوم من الصمود والتحدي في اضراب الكرامه والعلم. واسمحوا لي في البدايه ان انقل لكم تحيات معالي وزير الحكم المحلي الدكتور حسين الاعرج وشكره وتقديره للأخت فيرا بابون وأعضاء المجلس البلدي الأخوات والأخوة السابق، ومباركته وتهنئته للأخ أبو جورج وأعضاء المجلس البلدي الجديد. والحقيقة يوم جميل على بيت لحم، زي ما تفضل الأخ أبو يوسف أنه نتيجة عملية ديمقراطية إحنا وصلنا لهذا اليوم. وأنا بالنيابة عن الوزارة أشكر المجلس البلدي القديم برئاسة الأخت إبن الأمير، يعني كلمة حق يجب أن تقال أن الأخت إبن الأمير مع كافة أعضاء المجلس السابق بدون استثناء عملوا بجد وإخلاص ونزاهة وشفافية لصالح بيت لحم ومواطنين بيت لحم. ولم تتخذ الأخت أم الأمير وأعضاء المجلس السابق جهدا مع أي وزارة أو أي مؤسسة رسمية وغير رسمية في محاولة لجذب الدعم وتطوير الخدمات لمواطني بيت لحم. فبالنيابة عن الوزير وكالة الوزارة كل الشكر والاحترام للأخت أم الأمير وأعضاء المجلس البلدي السابق على جهودهم الجبارة واللي تكللت بعديد من الإنجازات والمشاريع اللي هي تعتبر يعني استراتيجية على مستوى مدينة بيت لحم. وبالنسبة للأخ أبو جورج، ألف مبروك للأخ أبو جورج وكافة أعضاء المجلس الأخوات والأخوة المجلس الجديد، وكل الاحترام للنتائج اللي فرضتها العملية الديمقراطية. ونحن في وزارة الحكم المحلي على ثقة مطلقة لأن أبو جورج وجميع الأخوات والأخوة أعضاء المجلس البلدي سيتحملون المسؤولية في مدينة بيت لحم
وسيراكم على الإنجازات السابقة للمجلس السابق، وستتقدم الخدمات وتتطور المدينة في عهدهم إن شاء الله. وإحنا كوزارة حقوق محلي نؤكد على الدعم المستمر والمطور للهيئات المحلية جميعا في محافظة بيت لحم وعلى مستوى الوطن. ونخص بيت لحم بالذكر لأهمية بيت لحم من الناحية السياسية والسياحية وبوابة فلسطين التاريخية. إحنا بيت لحم في الوزارة ننظر لها بشكل مختلف عن أي مدينة أخرى، وبالتالي ستجدون الوزارة داعمة لكم في كل محاولاتكم في تطوير المدينة ومشاريعها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وبحب أنوه أخويا بجوردي إذا سمحتي عشان ما يخافوش العمال والموظفين، موضوع التحويلات اللي بوزارة المالية واللي تتأخر كل شهر، هاي ما هي معروفة من أيام الدكتور أبو حنة. بالعادة آخر الشهر تيجي التحويل لوزارة المالية والموظفين بكرة ورتبهم، وهيك مشت الحالة على طول السنوات السابقة. وإن شاء الله بشهر خمسة ما تكون في مشكلة في الرواتب. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله وبتدفع التزاماتها لبلدية بيت لحم عشان بلدية بيت لحم تتعافى من دون. إن شاء الله المجلس يوجه كريم حكيم لهذه الكفاية وفي حقوق الناس منها حقوق بلدية بيت لحم. مستحقة عند وزارة المالية هي تتأخر بسبب الوضع الاقتصادي العام، إلا أنه إحنا دائما في وزارة الحكم المحلي بالتابع لتحويل الفلسطين. شكرا لمجلس البلد القديم رئيس الأعضاء، ومبروك ألف مبروك لرئيس وأعضاء المجلس الجديد البلدي الجديد. إحنا بنتمنى لكم كل التوفيق. واسمح لي أخويا أبو جورج أسلمك شهادة الفوز لبلدية بيت لحم الصادرة عن لجنة الانتخابات. كان من الجميع البقاء في أماكنهم، الرجاء من الجميع البقاء في أماكنهم لتوقيع محضر الاستلام والتسليم واستكمال البرنامج. لو سمحت Thank you.
شكرا لكم وشكرا لحضوركم، وكل عام وانتم بخير بمناسبه بدء شهر رمضان المبارك. الله يوفق مجلس بلدية بين لحم ويحفظ مدينة المهد. Congratulations and celebrations. When I tell everyone that you're in love with me, congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness passed.